بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق برقيه تهنئه للرئيس السيسي بمناسبه ذكرى ثوره الثالث والعشرين من يوليو وقال عبد الرازق عبد الرازق في برقيته ان ثوره يوليو التي قادها الرئيس جمال عبد الناصر بغيه تحرير مصر من استعمار اجنبي جثم عليها قرونا عديده كانت وستظل نقطه فارقه في التاريخ المصري الحديث واول واولى الخطوات في طريق الحريه والديمقراطيه وارساء قواعد العداله الاجتماعيه. ودعا رئيس مجلس الشيوخ ان يعيد هذه الذكرى المجيده على وطننا الغالي بالخير واليمن والبركات